اهلا بيكم في حلقه جديده من اللعبه من يلا كوره. معاكم احمد شاكر. نجم اللعبه النهارده اعلامي مميز جدا، ضيفي المشاكس الكيوت هاني حتحول. منور هاني. ازيك يا شاكر؟ انا كويس. عامل ايه؟ منور الدنيا. انت اللي منور الدنيا كلها، ومبسوط قوي ان انا معاك. عشره عمر وصداقه وزماله، وفي موقع يلا كوره اللي انا من قراءه، بعد كده من منافسيه، بعد كده من قراءه، بعد كده من اصدقائه. فيعني عشره عمر سواء انا وانت او انا ويلا كوره، فانا مبسوط بالجمع ده. شرف ليا وجودك النهارده حبيبي. شكرا. كمشاهد ايه رايك في الاعلام الرياضي في مصر؟ كمشاهد ايه رايك في الاعلام الرياضي في مصر؟ الاعلام الرياضي في مصر في مشاكل بيميزه انه في تنوع، في اشكال مختلفه من الاعلام بتقدم، في اساليب مختلفه من الاعلام الرياضي، سواء المقروء او المسموع او المرئي، ولو هتكلم تحديدا عن المرئي ففي يعني في شخصيات مختلفه، فبالتالي في اساليب بتليق على كل المجتمع المصري. التنوع ده كويس، لكن في مشاكل على الجانب الاخر، انه يعني اهتماماته اكتر بالخناقات والمشاكل والصراعات، وان هو احيانا بينجرف هو نفسه الاعلام للصراعات فبيبقى طرف فيها. وهنا انا مش بستثني نفسي، يعني بيبقى طرف فيها، وكون الاعلام طرف في المشاكل مش مراقب للمشاكل ده بيوقع من الاعلام بشكل طبيعي يعني. فده تحفظي اللي موجود على الاعلام في الفتره الحاليه. عايز اسالك على دور الاعلام الرياضي في تطوير الرياضه في مصر. لا، الاعلام الرياضي من سنوات ليه دور طبعا في تطوير الرياضه في مصر، مش بتكلم على دلوقتي، طول العمر، مش بس في مصر بل حتى على المستوى العالمي، مش بس في الرياضة بل على مستوى كل المجالات. والإعلام الرياضي المصري ياما كان ليه مواقف مشرفة حتى في مرحلة ما قبل ما احنا نبدأ نتابع، يعني ده من خلال قراءاتنا. بيبقى يعني فترات التعثر أو المشاكل اللي بتحصل في أداء الإعلام الرياضي ما تقللش من دور الإعلام الرياضي. الإعلام الرياضي طبعا ليه دور كبير جدا في تطوير الرياضة، ممكن يكون مش دايما بيقوم بيها، لكن من انت دايما بتبقى دورك مراقب، دايما بيبقى دورك شارح، محلل او مستضيف لناس تشرح للجمهور، وبالتالي بتبقى انت قدام المسؤول، عليك مسؤوليه قدام الجمهور، عليك مسؤوليه انك تراقب المسؤول وتبين المشاكل او تحط ايديك على المشاكل عشان تحلها. وفي نفس الوقت دورك قدام المشاهد هو ان انت تشرح وتحلل فتفهم الوضع اكتر، علشان ما تبقاش الامور مجرد معلومات بلا شرح. احيانا بيبقى شرحها مهم، وده بيكون دور طبعا من ادوار الاعلام الرياضي. بنسبه كام في الميه يا هاني الاعلام الرياضي بيقدم اعلام ايجابي؟ الاعلام الرياضي المصري حاليا بنسبه كام حالياً بيقدم اعلام ايجابي؟ نسبه كام في الميه؟ 50%، 40%. هاني حتحوت بنسبه كام في الميه بيقدم اعلام رياضي ايجابي؟ ده يعني المية دي بتاعت هاني بقى، فانا اختار منها قد ايه؟ اوكي. من 50 لـ60 لسه. الـ40 ناقص عليهم ايه عشان توصل على الاقل 90%؟ ناقص ان انا اعرف افصل نفسي عن المشاكل اللي بلا لازمه. احيانا بيبقى الخبر الاكثر اهميه بالنسبه للجمهور او بالنسبه للمؤسسات الرياضيه تافه، لكنه يبقى الاكثر اهميه، فبالتالي بقى انا مهتم بتغطيته وبنغمس بقى في تغطيته باخبار ومداخلات واتصالات بعملها انا وزمايلي قبل الهوا، وبننسى بقى حاجات اهم. فال40% دي هي ان انا افكني من الحاجات اي كلام دي حتى لو كانت هي الاكثر اهميه، واركز مع الحاجات الاكثر اهميه بجد واللي ليها قيمه. يعني بخبره السنين هاني، ايه الصفات اللي لازم تكون موجوده في الاعلام؟ المواصفات اللي لازم تكون الصفات، الصفات في الاعلامي، في الاعلامي الناجح طبعا عشان يكون اعلامي ناجح ويقدم اعلام ناجح. في مواصفات شخصيه بشوف ان الضمير جزء منها، ان هو يبقى كمان عنده من المواصفات الشخصيه يعني قدره على ضبط النفس، يعني ثبات انفعالي، ما يتاثرش بالحوارات الكتيره اللي في حوالين الخبر، ما يتاثرش هو بردود فعل الناس، ما يتأثرش هو أحيانا بانتماءاته، دي بتبقى كلها ليها علاقة بالمواصفات الشخصية. كمان على بقى شغله المهني، إن هو يبقى دايما بيحاول إنه يبقى موضوعي، مواصفات لابد منها، لأنه غياب الموضوعية أو هيفقدك المصداقية، هيفقدك بالتالي أهميتك كإعلامي.
وكمان انه يكون بشوف انه يكون مخارج الفاظه لو على التلفزيون يعني او بيتكلم او راديو مخارج الفاظه تكون واضحه علشان تعرف توصل للناس اكتر وتعرف تبقى مؤثر في الناس. بشوف انه كمان القدره على بقى يعني ان هو يصيغ الجمل ويصيغ الراي اللي هو بيقوله علشان يبقى في اقل وقت ممكن بيوصل اكثر معاني ممكن. بنسبه كام في الميه الصفات دي موجوده في الاعلاميين في مصر؟ في مش عارف نسبه معينه بس في اغلبنا في اغلب الاعلاميين مع بدرجات متفاوته ممكن اقول يعني. بس انا برضو خلي بالك ما تحطنيش في حته تقييم الاعلاميين خلص. انت بتقوليش اسماء طبعا انا فاهم بس لانه يعني زملاء طبعا اوكي وانا يعني اي حاجه بقول عن الاعلاميين انا منهم سواء في الايجابي او في السلبي فهي مش محرجه قد ما هي بس عشان ما حدش يبقى متضايق. اوكي ايه رايك في ظاهره المسؤول اللي بيشتغل اعلامي؟ هي طبعا مشكله طب 100% مشكله يعني هبقى بكذب لو انا قلت انه عادي وابقى بجامل ناس باعتبار ان هم زمايلي واساتذتي لمجرد ان هم زمايلي واساتذتي وهبقى بجاملهم على حساب الواقع. ليه احنا بنقول انه ما ينفعش؟ لانه بكل بساطه بيعمل التداخل في الاختصاصات يعني انت المسؤول المفروض يبقى بيراقبه الاعلامي هو نفسه الاعلامي وبالتالي انت بتفقد جزء من مصداقيتك وبتفقد جزء من دورك اللي انت لازم تقوم بيه. ده غير انه بيزود من مجال المجاملات. انت اعلامي وفي نفس الوقت مسؤول وبالتالي عارف المسؤول ممكن زميلك يبقى حاسس بايه فبالتالي وانت اعلامي مش هتعرف انك تناقش قضايا تخص هذا المسؤول الاخر. ده غير ان انت طبعا يعني انا بشوف ان القصه بتاعت انه بيستاثر بالمعلومات لان هو المسؤول جوه النادي او الاتحاد ده دي حاجه مشكله بس من اتفه المشاكل اللي ليها علاقه بان هو اعلامي ومسؤول في نفس الوقت فاهمني يعني دي اقل حاجه بس في مشاكل تانية كتيره جدا بتقودها فكره انه بتؤدي يعني فكره انك اعلامي وفي نفس الوقت مسؤول بتؤدي اليها. لكن ارجع واقول لك ان الوضع عموما اللي في الاعلام الرياضي والرياضه المصريه وهما متداخلان مليان مشاكل دي حاجه منهم فلما تيجي تقول ده يقول لك اشمعنى دي ما في مليان مشاكل تانية. لو انت مسؤول عن الاعلام في مصر مسؤول زو منصر هتتصرف ازاي في الملف ده؟ مسؤول عن الاعلام ما اعتقدش ان انا هبقى مسؤول عن الاعلام اصلا في يوم من الايام. ده ممكن يكون بسبب انه ده مش طموحي يعني. لكن لو انا مسؤول هحط لوائح تقرها القنوات الفضائيه انه اللي بيشتغل اعلامي ما ينفعش يبقى مسؤول يختار يعني بما انك بتتكلم على المشكله دي تحديدا ده بشكل واضح وحاد يختار وقاطع. طبعا انت ليه يا هاني بتصنف مذيع بتاع مشاكل؟ ليه دايما السوشيال ميديا مقلوبه على هاني حتحوت؟ طيب مقلوبه على هاني حتحوت غير ان انا بتاع مشاكل هو انا مقلوبه عليا علشان هم شايفين كده الجمهور يعني انا شايفك مذيع محايد ومحترم ده رايي انا بكلمك على الواجهه الثانيه الزاويه الثانيه السوشيال ميديا رايك انت ان انا مشاكس كيوت ده بحسب المقدمه اللي انت قلتها صح مشاكس كيوت دي يعني مشاكس ومجادل بس كيوت. في اطار الحياديه ديسنت مؤدب يعني طبعاً. محترم جدا ما بعرفش اقول غير كده علشان الجزء المشاكس الناس ممكن تكون بتتضايق منه فبتصنفني ان انا بتاع مشاكل لكن على الجانب الاخر هي الناس برضو الحمد لله مدركه ان انا كيوت زي ما انت بتقول او مؤدب كويس التعبير حسيت ان هو كويس لان هو يعني ممكن يكون بيعبر عني ما انا مش ساذج يعني انا بشوف نفسي ان انا بعرف الدغ لدغه طبيعيه ليها علاقه بشغل بطبيعتي الاعلاميه وبطبيعه الاعلامي ان هي تبقى موجوده لكن طبعا انا ما اقصدش ابدا ان انا ازعل حد يعني من الجمهور تحديدا الضيف انا ممكن ابقى واضح معاه ووضوحي هو اللي يبدو مشاكسه لكن هي مش مشاكسه قد ما انا ببقى بس عايز اوصل لراي حقيقي لمعلومه حقيقيه ممكن وهكذا. تكون مشاكسه في الملفات مش شرط يكون في الحوار يعني مشاكسه في الملفات مزبوط. يعني في مثلا ملف معين عايز اخده من زاويه انت عارف انها زاويه سبايسي شويه بس انت ما تتراجعش وبتدخل طيب. فيها لانه الاسئله عموما ليها اشكال ده من اللي احنا دارسينه وده من خلال بقى خبره الهوا يعني بتتعلمها انه لو شاكر انا ليه طبيعه ان انا لو قلت له 1+1 يساوي كام هيقول لي 2 لكن في واحد تاني هيقول لي 1+1 يساوي 3-2 يساوي 3-1 فاهم قصدي فاهمك فبالتالي طبيعه الضيف هي اللي بتغير من طريقه سؤالي ممكن اسالك انت عشان انا عارف ان شاكر اجابته واضحه راح اقول لك 1+1 يساوي كام
لكن واحد غيرك اللي هو بيجاوب اجابه 1 زائد 1 يساوي 3 ناقص 1 دي بيلف فهد، اروح انا مديها له من ناحيه تانية. هي مجرد بس زي تاكتكس، يعني لو بنتكلم في الكوره فهي تكتيكات ليها علاقه بطبيعه الضيف اللي قدامك. المستشار مرتضى منصور شتمك كم مره على الواتساب؟ 1 2 3 18 19 يعني ممكن ما بين يعني 5 ل 6 ما بين 5 ل 7 مرات. تقدر تكشف لنا عن اقوى رساله بعتها لك؟ ولو فيها اي حاجه كده ما تقولهاش. ما انا اكيد مش هقول اللي جواها، يعني هقول لك اللي أوكي. حواليها اه اوكي مضمونه. ممكن أوكي. القصه كانت ايه؟ كانت في مره انا يعني عامل زي فزوره كده عن اسمها من اكون، وكنت حاطط صوره ورا حاطط صوره بعلامه استفهام بالظبط في الباك جراوند، وكنت بقول انه من هذا الشخص اللي انا بتكلم عنه، فقلت ان هو الشخص اللي عمل كذا وكذا 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 من غير ما اقول اسماء اي طرف ولا جهه ولا اسمه ولا منصبه ولا اسم الجهات اللي انا بتكلم ان هو تعامل معاها او اخطا في حقها او اي حاجه. فهو بعت لي مسج على الواتساب بيقول لي انا هقول لك من اكون، وبعديها بقى 9 سطور كده من من اكون من يكون انا اللي وانا اللي وانا وانا اللي ده بالنسبه للرسائل. آه. لا انا عايز بقى مكالمه تليفون ما تنساهاش من استاذ مرتضى يعني بالظبط. بص هقول لك على حاجه مبدئيا كده، انا عامل له بلوك على المكالمات. اوكي. ده بسبب قبل كده ان هو كلمني برضه تجاوز يعني، فبالتالي هي مكالمه واحده فاهمني، مكالمه واحده اللي حصلت بيننا منه ليا. قبل كده حصلت مكالمات مني ليه كاعلامي بيكلم رئيس نادي، فكانت مكالمات اما انه فيها رد اما ان ما فيهاش رد يعني فاهمني، وكانت بتبقى عاديه. لكن المكالمه الوحيده اللي منه ليا وحصل فيها تجاوز فعملت بلوك فما بقاش فيه غيرها. امير واحمد ايه ما بيدخلوش هم كوسيط او بيتكلموا مثلا بالنيابه عنه؟ امير او احمد مالهم ما بيتكلموش بالنيابه عنه او لا لا احيانا طبعا يعني هو الثلاثه مختلفين خالص كشخصيات. فيعني استاذ مرتضى انفعاله ممكن يبقى فيه تجاوز، وبالتالي انا ما بحبش ان انا اتكلم معاه كتير. ممكن اكلمه طبعا كشغل عادي في البرنامج او كده. احمد الاهدأ، وبالتالي في كلام رايح جاي بشكل افضل كتير يعني، في عادي زي ما انا وانت كده. امير ممكن اقول الاذكى لانه بيعرف يتكلم، وفي نفس الوقت ما بيقولش كل حاجه، وفي نفس الوقت بيبقى في نقاشات رايحه جايه في الـ في الـ في الـ في استدراج او في الحصول على المعلومه منه، وفي نفس الوقت في توجيه السؤال. فهما فلا يعني ما حصلش بس من تدخل من الـ من الـ من امير واحمد لصالح مرتضى. قصه استاذ مرتضى كانت انه في مره كنت العب مع ماما ساعتها، وانا عاده لما بيجي لي تليفون برد بالسبيكر ما بفتحش يعني ما بحبش حتى لو رقم تليفون. مش مكتوب مين انا برد عموما على اي تليفون عاده على اي تليفون. أوكي. الا لو انا مش قادر ارد فاهمني، سواء بقى مكتوب رقم او مش مكتوب انا مش قادر ارد فما بردش. تمام. لكن انا برد على في العادي على اي رقم. فمره اتصل كنت مش عارف انا قلت ايه على الهوا اليوم اللي قبليه، فانا فتحت السبيكر فلقيت شتيمه كتيره جدا. فروحت انا لقيت ماما فتحت بقها كده واتخضت قوي، رحت انا قلت لها اهدي يعني ما تقلقيش. رحت انا قلت له طب انت بتشتم ليه دلوقتي؟ اسمع ومش عارف ايه، عايز نتكلم معاك وناخد وندي بقى. راح طب ها اتفضل قول. رحت اتناقشنا شويه وقفلت بس. وبعديها انا بصراحه عملت البلوك علشان ما يبقاش انه ما يعني عشان ما يتكررش تاني، لانه وانا لان انا مش هشتم في الاخر.